كبيرة مدرسة يوسف. نعم. نسأل الله أن يفك كرب كل مكروب بمدرسة يوسف. يا رب. نعم. يا رب. إحنا قطعة بس إيه حتة منطقة مرحلة السجن بس. طيب. مرحلة السجن. ما دي في أخلاق. نعم. واحد رب السجن واحد مظلوم. واحد مظلوم. والذي ذاق طعم الظلم هو الذي يدرك حالة النفسية ليوسف وهو يدخل إلى السجن. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. كمان يعني. يعني سبحان الله. ليس السجن فقط. سبحان الله. نعم. لما دخل السجن ورأى صاحباه الرؤيا. إني أراني أعصر خمرة وإني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. خلاص. إن نراك من المحسنين. ليه رأوه من المحسنين؟ لسيرته الحسنة داخل السجن. ما هو الإنسان صاحب الأخلاق. شوف صاحب الأخلاق الصادقة تظهر أخلاقه على وإن طال الزمن، والمتصنع يظهر تصنعه ويفضح وإن قصر الزمن. فهو لصدقه ظهر منه الخلق الحسن. قبل أن يؤول الرؤية فرصة لإيه؟ لبث أخلاقيات لا إله إلا الله. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آباء. تفصيل قضية الايه. واحد تاني يقول ايه؟ الله. واحد مسجون ومظلوم كان رؤيا كان يقول له أما أحدكما فيسكر ضوء خمر وأما الآخر فيصلب. مهمة الداعية إلى الله لا تتوقف لا داخل السجن ولا خارج السجن ولا في الشارع. شوف تجد أن الداعية إلى الله المخلص تجده في العرس الحلال طبعا موجود. يشيع الجنازة، يركب الحافلة، يصافح الناس، يحل المشكلات، ليست له ضغائن مع أحد. أول ما تجد عالم يحقد على آخرين شك في علمه. يحقد ليه؟ ليس بينه وبين حد خصوص أبدا، ده بالعكس حتى الذين يظلموه يدعو لهم بالهداية. الله أكبر. الله أليس لنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله العظيم. اللهم اهد قومي فإنهم يعلمون. صلى الله. ما هذه أخلاقيات لا إله إلا الله؟ فأنا أقول إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ ثم يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. هذه أخلاقيات. فأخلاقيات يوسف فيشوف الملك رؤيا. إني أرى في أني أرى سبع بقرات سمانية. قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا. المهم قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه ثم بعدين سبع شداد كلما قدمتم لهم ثم ياتي من بعد ذلك عام زاد لهم سنه كمان ما كانتش في الرؤيه فيه يغاث الناس وفيه يعصرون اضافه. يقول صلى الله عليه وسلم شوف ادب النبوه بن علي لو كنت مكانه لقلت لهم اخرجوني من السجن قبل ان اؤول. سيدنا النبي يقول هذا الكلام. هذا تواضعه عليه الصلاه والسلام. والله لو ما كان مكانه ولا كان يعمل كده ولا صحيح. لكن هذه هو يجل هذا التصرف. هذا خلق رسول الله. الاقرب للمنطق والتصور ان يقول سيدنا يوسف هذا الكلام اخرجوني وانا اؤول. لكن لا هو انسان في معيه الله والرب هو المربي يربيه بالبليه كما يربيه بالنعمه. اذا كان هذا كذلك فلماذا قال للذي ظن انه نجم منهما في البدايه طب ما اخذ اذكرني عند ربك. جميل. وبعدين قال فأنساه الشيطان ذكر ربه. هل سيدنا يوسف كان بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التوصية؟ هو تعلق بسبب من الأسباب وهذا منطقي ولكن هذا لعوام الناس. أما خواص الناس فلهم تربية خاصة. طب أبوه يعقوب قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله. ولكن رغم ذلك كان يرى شمعة الأمل. يقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. كيف تجسدت روح العقيدة وأخلاقيات لا إله إلا الله عند يعقوب حينما قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر. هو أولا قال ربنا عنه وإنه لذو علم لما علمناه. هو ذو علم. ده أعطى التهمة والجريمة وتجسدها لأولاده قبل أن يؤلفوها. سبحان الله. عشان بس إيه يرأب بيهم. قال إيه قال أنا أخاف أن يأكله الذئب. اشمعنى الذئب؟ طب يا أخي روح قول أكلوا الفهد أكلوا الأسد ما الصحراء مليانة. سبحان الله. مليانة. الله هو يعطيه خيط القضية. سبحان الله. يعطيه خيط القضية. قال إني أخاف أن يأكله الذئب وأنت معه. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. معقول هذا الكلام؟ ازاي احنا 11 رجل سبحان الله وده اخونا الصغير.
سبحان الله. فلما جاءوا القرآن عجيب سبحان الله، وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. ليه عشاء؟ قال ما هو إذا تزاحمت الدموع من العيون تبين من بكى ممن تباكى. فجاءوهم ليلا لأن النهار فضاح. يقول الله قالت كده انت مصاب البعيد بكاء دموع التماسيح يختارون التوقيت المناسب. لكن لا بد ان يترك المجرم اثرا. طيب لما وضعوا له القميص قال فين قميص يوسف ابني؟ خد القميص عليه دم. قال وجاءوا بدم ايه؟ عليه بدم ايه؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. فمسك القميص كده وجده سليم. قال عجبا، هذا ذئب رحيم ياكل ابني ولا يمزق قميصه. يعني ذئب؟ قال يا يوسف بعد اذنك ممكن تفعل القميص عشان وانه لذو علم اللي ما علمنا. الله. فهو ايقن ان يوسف على قيد الحياه خلاص. ما مش ممكن يعني زي قميص ما فيهوش خدش واحد. اني لاجد ريح يوسف بس خلاص. فسبحان الله العظيم. فلما حجز بنيامين اخوه الثاني حجزه هو في مصر اللي حصل؟ قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. صحيح. وبعدين فلما فصلت العير منهم قال يا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. فاعطاهم قضيه مهمه. قالوا ما هو بشر، هو انسان. ارق الناس افئده هم اكثر الناس ايمانا. ارق الناس افئده هم اكثر الناس ايمانا. والله طبعا لان قلبه رقيق. ليه؟ يعني يقال ان قلب المؤمن قلب حمامه، قلب طير ينبط. سبحان الله. التاني قلب جامد، ثاني قلبه جامد والعياذ بالله. قال له بيعيب على صديقه او حبيبه يعني، يقول له امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاس يشبه الحجره. والعياذ بالله. في ناس قلوبها زي بني اسرائيل كالحجاره او اشد قسوه. لا وفي حجاره اخف، في حجاره جميله تطلع منها ويتفجر منها لنا وتشقق تهبط من خشيه الله. الله اكبر. الله اكبر. فسيدنا يعقوب بهذا الاطار الموصول بالله واخلاقيات لا اله الا بصدق التوحيد خلاص، هو رأى أن يوسف وأن يوسف وأخاه ربما هما على قيد الحياة. قال سبحان الله، يعني سبحان الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر فقط هو اليائس من روح الله، أما أي إنسان مذنب